طبختنا اليوم البراون مسالة. في البداية راح اضيف الزيت والبصل. عقب ما اضيف الزيت والبصل اضيف عليه الثوم والزنجبيل، عقبها الطماطة. عقب ما اضيف هاي كل المكونات اغطيهم لمدة 5 دقائق، عقبها اضيف عليه معجون الطماطة وشوية من الماي، عقبها البهارات اخلطهم شوي، بعدين نضيف الروبيان. نخلط الروبيان زين ويا كل المزيج اللي سويناه في البداية، واضيف فوق الفلفل والكزبرة. المطبخ الهندي مشهور بالفلفل والكزبرة، يعطي نكهة جدا جميلة. ونغطيه لمدة نص ساعة. وقت التقديم تضيفون عليه الحليب، حليب جوز الهند، يعطي نكهة جدا لذيذة وريحة حلوة في الطبخة. عليكم بالعافية. إن شاء الله عجبتكم الطبخة، لا تنسون اللايك والسبسكرايب في قناتي.